بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي عند الأستاذ السادات لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمر معاك في حل مجموعة من المنهج العام 2022 من كتاب العام 2022. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الوحدة التاسعة، الدرس الأول والثاني، الفوكابلري اكسسوارز بتاعتها أو تدريبات المفردات، معاك الكي فوكابلري، الريدنج، الليسننج، الورك بوك فوكابلري، كل الفوكابلري اللي جايه في الاشياء اللي قدامك ان شاء الله هنشتغلها. بدأنا ان شاء الله صفحه 103 بصحيح على بركه الله بنشوف بتقول لك دكتور زويل واز awarded ذا نوبل برايز فور هيز. الدكتور زويل منح جائزه نوبل لايه بقى؟ خدها عشان ايه؟ ان كيمستري في الكيمياء اند ميديسن والطب. يا ترى افكشن عاطفه، كونتريبيوشن اسهام، بريفرنس تفضيل، وبرايورتي بمعناها اولويه. لا، هم اداها له عشان اسهاماته في مجال الكيمياء والطب. الجمله الثانيه بيقول فيها وقال من الاساس يا شباب، يعني في حاجه انا مش متعود ان انا اعملها، ان انا اقول شباب انت بتشوف الفيديو واكيد استفدت مننا. انت لو هتحط للفيديو لايك وانت بتتفرج عليه ده مش هياخد حاجه جديده من الباقه، انت كده كده بتتفرج علينا او كده كده بتشوف الفيديو، كده كده بتستهلك نت، تمام؟ لايك مش هتاخد منك نت ابدا والله، بس هي بتفيد الفيديو، بتدي له فرصه انه يوصل لناس تاني وتستفيد منها الناس التانيه زي ما انت استفدت. فانشر الخير مع اصدقائك، ده هيبقى له ان شاء الله طبعا مردود عليك. طيب نرجع للجمله بتاعتنا. على فكره انا عمري ما عملت حكايه، عمري ما قلت لحد اعمل لي لايك ولا حاجه للفيديو، بس لاحظت فعلا ان الناس بدات تهمل جدا انها يعني تحط لايك للفيديو، بتشوفه تاخد منه اللي هي عايزاه وخلاص، على كده مش بتحط في اعتبارها يعني انها تعمل يعني ولو ايه، نقول كان احنا اعتبر ان اللايك ده كانه كلمه الشكر بتاعتك انت اللي احنا بنحصل عليها من خلال الفيديو ده. طيب اتنين بيقول لك فيها some kinds of jobs don't require much training because they are based on كذا سنس. طيب بيقول لك ايه، بعض انواع الوظائف لا تتطلب الكثير من التدريب. ليه؟ لانها بتعتمد في اساسها على ايه بقى؟ سنس. سيبك من كلمه ايه بقى دلوقتي، ما تقولش سنس معناها حاسه، اوعى تقول لي حاسه، تمام؟ اصبر عليها شويه، لان لما هجيب لها الكلمه بتاعتها اللي هي كومن هيبقى معناها حسن التدبر او التدبير او حسن الادراك، مش معناها حاسه يعني مالهاش علاقه بالحواس خالص. سترينج معناها غريب، باد معناها رديء او سيء، واود معناها المولى كده، اود وان معناها كلمه مختلفه. كومن سنس، حسن الادراك، حسن التدبر، اجابه صحيحه في الجمله رقم 2. تقول فيها it's very hard to change، من صعب جدا الواحد يغير ايه and start a new career، ويبدا شغله جديده او مهنه جديده at the age of 50، في سن ال 50. طيب instruction معناها تعليمات، collection اللي هي مجموعه اشياء بتجمعها مع بعضها، مجموعه قصائد، مجموعه كتب كده. direction معناها اتجاه، و perfection بمعنى اكتمال او تمام الشيء. انت هنا المشكله عندك ان انت تغير الدايركشن بتاعك، تغير اتجاهك، يعني مثلا بدل ما كان يشتغل مدرس بقى محاسب، بدل ما كان محاسب بقى محامي، ده اسمه كده بيعمل حاجه اسمها تشينج دايركشن. اجابه صحيحه في جمله رقم 3. نحرك الشاشه شويه مع جمله رقم 4 اللي بيقول فيها the former factory worker has، بيقول لك العامل اللي هو السابق في المصنع has ايه himself نفسه as a respectable office clerk، كموظف مكتبي يعني له احترامه. طيب بقى ايه الراجل ده او ايه اللي حصل بقى معاه؟ يا ترى انوفيتد جاي من عندك انوفيت بمعنى يجدد شيء، يبتكر، يخلي الحاجه فيها ابتكار، ولا بروكليم اللي هي المعنى الحرفي ليها ينادي بكذا، ولا ريكليم بمعنى استصلحها الاراضي والحاجات دي، ولا ري انفنتد؟ ري انفنتد اعاد تدريب نفسه او اعاد تدوير نفسه، او زي ما بنقول اتجه لعمل جديد يعني، وهو انه يشتغل في مجال العمل المكتبي. اجابه صحيحه في جمله رقم 4. 5 بيقول فيها مستر سامي هاز ا جود وركينج، السيد سامي عنده ايه جيد بالنسبه لحلق موضوع العمل ده اوف اكاونتنج للحسابات، سو هي ووز امبلويد باي بيج كومباني، وزي تم توظيفه في شركه كبيره. جميل. عنده انتنشن نيه، ولا ابلكيشن وطلب اللحاق، ولا نولج معرفه وعلم ودرايه بالحاجات، ولا بيرفكشن تمام. عندي حاجه اسمها وركينج نولج، معرفه او خبره او معلومات في مجال العمل. ستة بقول فيها as a grandparent، كجد يعني انت لما توصل بقى ربنا يديك الصحه وتبقى جد، ها your life حياتك ايه بقى؟ ايه اللي يخص الحياه بتاعتك؟ is one of the greatest things you have، هيبقى واحده من اعظم الاشياء اللي انت تمتلكها. طب ايه له علاقه باللايف؟ اكسبيرمنت تجربه معمليه، اكسبيرينس خبره حياتيه، ريلاكسيشن استرخاء، ديزاستر والعزله كارثه،
ده طبعا life experience، الخبرة في مجال الحياة، إجابة واحدة صحيحة. سبب اللي فيها or and ماله بقى is a person كذا، هو عبارة عن شخص who makes money by starting or running business. كذا هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الشخص اللي بيصنع المال، بيكون فلوس، يعني بيعمل فلوس من خلال إنه بيبدأ business. ماشي، especially when this involves taking financial risks، وده خصوصا لما بيكون في مخاطر، ايه، مخاطر اقتصادية او مالية زي ما بيقول. ده مين؟ ده مين الشخص اللي هو بيكون ثروة من خلال انه بيبدأ بزنس لحاله زي ما بيقولوا، وهنا في مخاطرة. يا ترى ده اللي بيقولوا عليه entrepreneur اللي هو الرائد في مجال الاعمال والحاجات دي، ولا explorer المستكشف، ولا proclaimer ماشي، ولا الدايركتور؟ لا، اللي بيعمل في مجال البيزنس والاعمال والدنيا دي بيسموه انتربرينور اللي هو الرائد في مجال الاعمال. اجابه صحيحه في جمله رقم 7. طب بيقول لك يا ذا يونج وومن ليفت هير جوب تو بيرسو هير لايف لونج. بيقول لك السيده الشابه سابت الوظيفه بتاعتها علشان تسلك او تواصل ايه بقى اللي هو له علاقه بحياتها، for painting في الرسم and became a successful artist واصبحت فنانة ناجحة. طيب يا ترى fiction اللي هو الخيال، passion العاطفة ماشي، ولا perfection بمعنى تمام واكتمال، و detention ماشي، detention معنى الحرف ليها احتجز اعتقل كده يعني. طيب انت عندك حاجة شباب اسمها hair life long passion. life long passion اللي هي الحاجة اللي بتحبها طول عمرها، أو إيه، أو الحاجة الحقيقية اللي بتحبها في حياتها اللي هي موضوع الرسم. 9 بيقول لك فيها I really admire people who can turn a negative situation into a كذا one. أنا حقيقة معجب بالناس اللي تقدر تحول المواقف السلبية إلى إيه؟ إلى إيجابية طبعا أكيد. طيب نشوف الاختيارات بقى. defective دي معناها ناقص أو معيب، detective معناها التحري، التحري اللي هو الشخص اللي بيجمع تحريات يا شباب، وعندك التيربل بمعنى فظيع، وبوزيتيف بمعنى ايجابي. هناخد بوزيتيف بمعنى ايجابي لان هي اللي تناسب الجمله. يبقى انا اقول ايه فيها؟ اقول ان انا حقيقه معجب بالناس اللي تقدر تحول مواقف سلبيه الى مواقف ايجابيه. 10 بقول فيها applicants of the job، الناس المترشحه للوظيفه should have training، لازم يكون عندها training معناها تدريب، and experience خبره ان الكترونكس في مجال الالكترونيات. عندها ايه بقى؟ عندها براكتيكال عملي، فاليوليس لا قيمه له، هوريبل فظيع، تيربل برضه فظيع زيها. هنقول براكتيكال لازم يكون عندهم تريننج اند براكتيكال اكسبيرينس، عندهم خبره تدريبيه وكمان تطبيقيه في مجال العمل، او خبره عمليه يعني. نحرك الشاشه شويه علشان تشوف رقم الصفحه، الجمله كده كده واضحه، احنا بس عايزينك تشوف رقم الصفحه اللي احنا شغالين عليها ومعاها الجمله 11. Tourist authorities السلطات اللي لها علاقة بالسياحة are trying to exploit بتحاول تستغل our full معناها كامل. ايه الكامل اللي هتستغله؟ as a tourist destination كمنطقة او منطقة جذب سياحي، طبعا بيقصد بيها مصر طبعا. طيب يبقى هنا ايه بقى؟ عايز desire بمعنى رغبة، ولا potential بمعنى امكانات، ولا demerit بمعنى عيوب، ولا disadvantage برضه معناها عيوب؟ لا، احنا عايزين نستغل البوتنشالز الموجودة عندنا. في نشبر فيها new employees موظفين جدد are taught the proper safety، بيتم تعليمهم ل safety هنا بمعنى امان، و proper بمعنى مناسب او نائم، in the building في المبنى. tactics اللي هي التكتيكات والحاجات دي، results نتائج، procedures اجراءات، وعندي بعد كده roles بمعنى ادوار اللي هم بيتعلموا حاجه اسمها safety procedures اجراءات الامان. تشبه لك فيها اي بقى فراغ lending him اقراضه the money المال، he never paid it back، يا عم ما دفعش. طيب I expect انا اتوقع، ولا regret يندم، ولا prospect بمعنى ينقب عن الذهب والحاجات دي زي كده، ولا admire بمعنى يعجب. لا، هو طبعا بما انه ده ما بيرجعش الفلوس يبقى انت كده تندم انك انت اديت له. هرش بقولك فيها the discovery of oil has اكتشاف زيت البترول has ايه؟ in the development of industry في تطوير الصناعة. عمل ايه ده؟ split and shutter، divided قسمة، shared بمعنى شاركة، وعندي detected جاي من detective والحاجات دي اللي احنا كنا لسه قايلينها من شوية، بمعنى يستبين شيء او يضبطه او يبحث فيه معلومات عنه. اكتشاف زيت البترول شباب shared in كان له دور او شاركة في عملية تطوير الصناعة.
خمس جمل لك فيها the crowd gathered around، الحشد اجتمع يعني الناس اتلمت بقى around the كذا of water للماء in the middle of the square في منتصف الميدان. ايه واللي له علاقه بالميه والكلام ده في وسط الميدان؟ فاونتين بمعنى نافوره، ماشين بمعنى اله، هول بمعنى ثقب، وكلازيت عندك اللي هي ووتر كلازيت اللي هي بتاعت الحمام والحاجات دي. طب انت اللي موجود في وسط الميدان وفي ميه هو الفاونتين، فاونتين بمعنى نافوره مياه. نتحرك مع الصفحه اللي بعدها اللي هي صفحه 104، هنلاقي جمله استشهد فيها بايلو. بايلو معناها بحكم القانون او بقوه القانون او قانونا زي ما بيقولوا. Smoking is currently prohibited. التدخين ممنوع in most of معظم ايه places اماكن such as cinemas and theaters المسارح والايه ودور السينما. طب يبقى general معناها general معناها عام، private معناها خاص، public معناها عام، و remote بمعنى نائي. الإجابة بتاعتنا يا شباب هي public بمعنى عام. الله يا مستر، طب انت ما انت قلت ان general معناها عام برضه. بص يا سيدي، جنرال معناها عام، المقصود بيها بقول لك ايه بصفه عامه، يعني زي ما تكون مثلا بتتكلم عن موضوع ما والله بصفه عامه الموضوع ده كذا كذا يعني. لكن بابليك العام المقصود بيها ان يشترك فيه مجموعه من الناس، زي المواصلات العامه الاتوبيس مثلا، مش واحد بس اللي بيركبه، اكتر من شخص. الاماكن العامه مش انا وانت، مش انت بس بتقعد فيها لوحدك، خلاص. يبقى ده المقصود او الفرق ما بين كلمه بابليك عام وجنرال بوجه عام، خلاص. طيب برايفت اللي هي الملكيه الخاصه، وعندك ريموت بمعنى نائب وعاد عننا اساسا. 17 بقول لك فيها this company's products المنتجات بتاعت الشركه ده هي ار اورجانيك. اورجانيك معناها معموله من السماد، من السماد العضوي اللي هو السماد البلدي اللي هو مخلفات الحيوانات اللي بتتعمل منها سماد، تمام كده، مش معموله باسمده كيميائيه او كيماويه زي ما بقول. از زي يوز اونلي ناتشرال، بيستخدموا ايه بقى طبيعي؟ quantities معناها مقادير، consumers معناها مستهلكين، graduates معناها خريجين، و ingredients معناها مكونات. هي دي ingredients، بيستخدموا مكونات طبيعية. 18 بعد الفراغ بيقول لك is a plant that grows كذا، عبارة عن نبات بينمو in the sea في البحر or on rocks او على الصخور at the edge of the sea على حافة البحر برضو، اللي هو seaweed عشب البحر، ولا cucumber اللي هو الخيار، ولا كاكتس اللي هو الصبار، ولا اكاسيا اللي هو شجر الصمت او شجر الصمغ العربي. مين فيهم اللي بينمو في البحر والحاجات دي؟ سي ويد اجابه وحيده صحيحه. 19 فيها people should be encouraged to use public، الناس يجب تشجيعها انها تستخدم ايه عام. If we want to reduce our carbon emissions لو عايزين نقلل الانبعاثات بتاعت ايه ثاني اكسيد الكربون. ترانسبلانت اللي هو نقل الاعضاء وزرعها، ولا ترانسبورت اللي هو وسائل النقل والمواصلات الحاجات دي، ولا ترانسفيوجن اللي هي عمليه نقل الدم، ولا ترانسميشن عمليه ايه البث والحاجات دي الاذاعه والكلام من ده. لا يا شباب، انت عندك حاجه اسمها بابليك ترانسبورت، النقل العام، اجابه واحده صحيحه. اقول يا شباب في هذا جفرمنت از انكارجينج بيبول تو، الحكومه بتشجع الناس على انها تعمل ايه بقى؟ زي الربش القمامه بتاعتها تو هيلب ذا انفيرمنت عشان ننقذ البيئة وعشان ايه نخدم البيئة. طب تعمل لها ايه بقى الزبالة؟ انها ريميك، المعنى الحرفي يعيد تصنيع. طيب ريبليس معناها استبدل، سايكل اللي هي العجلة، تمام، وممكن تنفع يركب عجلة، وريسايكل معناها يعيد تدوير، انا هاخد ريسايكل. الله يا مستر، ليه ما خدتش ريميك؟ المصطلح اللي احنا بنستخدمه اللي يخص فكرة اعادة التصنيع هو ريسايكل وليس ريميك، خلاص. ريميك معناها حاجه اتكسرت باظت انت بتعيد تصنعها من جديد، لكن ريميك بتبقى حاجه ريسايكل معناها حاجه استخدمت بالفعل وانت بتعيد تدويرها مره اخرى. طب نتحرك مع العنوان التالي، بيقول لك اكسبريشنز ايديومز بريبوزيشنز ديريفاتيف سينونيمز اند انتونيمز، والمصطلحات العناوين دي قلناها قبل كده، تعبيرات مصطلحات احرف جر مشتقات مترادفات ومتضادات. ونبدأ بجملة 21 بيقول فيها when I saw Mr. أيمن، عندما رأيت السيد أيمن I regretted thinking badly of him، ندمت قوي على إن أنا كنت واخد عنه وجهة نظر سيئة. The synonym of the verb regret، المرادف للفعل regret rejoice، يفرح ويعمل كده يعني سعادة وكده،
ريفريش، تعمل ريفريش لنفسك كده، ولا ريبنت. مرادف ريجريت برضو معناها يندم يعني، ولا ريبلاي رد. احنا قلنا خلاص ان ريبنت مرادف ريجريت، خلاص يبقى هي الاجابه. هتشغل فيها اتس هارد فور وومن تو كومباين بيد، من الصعب على السيدات انها تجمع ما بين بيد معناها مدفوع يعني حاجه بتاخد عليها فلوس، اند كير فور هير فاميليز، والاهتمام بالعيله. ايه هو بقى اللي مدفوع بالنسبه لها؟ امبلوي يوظف، امبلويمنت وظيفه، امبلوي موظف، امبلوير صاحب العمل، بيد امبلويمنت. عشان اقول لك معنى الجمله، صعب على السيدات انها تجمع ما بين الوظيفه اللي هي بفلوس يعني وما بين العنايه بالعائله. فجملة 23 بيقول فيها دكتور مجدي يعقوب's works، الاعمال بتاع الدكتور مجدي يعقوب هافيبا a difference to heart surgery، فارق في العمليات الجراحيه. طيب يا ترى نقول ايه اللي ينفع مع difference؟ اقول done ولا devised ولا designed ولا made؟ نقول made، لان انت عندك حاجه اسمها make a difference بمعنى يحدث فارق او يحدث اختلاف. الجمله رقم 24 بيقول فيها because he had excellent qualifications، لانه عندي تاهيلات عاليه جميله ممتازه. he was successful، كان ناجح بقى كمبيوتر بروجرامر، كمبرمج كمبيوتري. نقول عليه، as، احنا قلنا ك ولا ان ولا ات ولا فور. he was successful as، كان ناجحا ك كمبيوتر بروجرامر، مبرمج للحاسب الالي. حركنا الشاشه شويه عشان تبقى جمله رقم 25 هي اللي ظاهره قدامنا. بيقول لك فيها وي اول فاليو اور بيرنتس ايفورتس، احنا بنقدر او بنثمن، كلمه فاليو هنا بمعنى يقدر او يثمن مجهودات والدينا تو ميك اس بيتر بيرسونز، عشان يعملوا مننا بني ادمين كويسين. عايز الانتونيم، هو عايز مضاد كلمه فاليو. فاليو احنا قلنا يقيم او يقدر. عكسها ايه؟ عكسها اورد، يمنح جائزه رسميه، ريورد يمنح جائزه غير رسميه، والاثنين معناهم برضه ينفع يكافئ. اونر معناها يشرف، وديسريسبكت لا يحترم. هي دي عكس انك انت تقيم الشيء تحترمه وتقدره، ان انت ديسريسبكت. نحرك الشاشه مش عشان نشوف الجمله اللي جايه، انا عايزك تشوف الصفحه، والحمد لله اهي بدات تظهر او ظهرت يعني، ظهر كويس اهي. ونقول في 26 most newspapers and magazines are made of، معظم الجرايد والمجلات مصنوعه من ايه؟ بيبر، ورق. تو سيف ماني، عشان توفر المال. سايكلد جاي من كلمه عجله او يركب عجله. طيب ريماركابل ملحوظ، ريسايكلد معاد تدويره، ريفيوز معناها رفضه. هنقول ريسايكلد بيبر يعني ورق معاد تدويره. الجمله بعدها في 27 وي اول، احنا كلنا ايه بقى؟ فاليبل نولج. فاليبل نولج معناها معلومات ذات قيمه. At the course we attended، في المقر اللي احنا حضرناه، in the language center، في المركز بتاع ايه؟ بتاع اللغه. طيب ايه بقى؟ won ولا gained ولا beat ولا lost؟ هنقول gained، لان هي اللي تنفع مع knowledge. طب ليه won ما نفعتش؟ won مع الجوائز والاشياء اللي من النوع ده. طيب ليه beat ما نفعتش؟ beat معناها يهزم، lost معناها يخسر كذا. طيب نتحرك مع الجمله رقم 28 واللي بيقول لك فيها good friends are those who always encourage you to succeed، الأصدقاء الجيدين هم اللي بيدفعوا دايما للنجاح. The verb encourage، encourage معناها يشجع. عايز حاجة تسويه هنا بقى في المعنى مين؟ boost بمعنى يحفز، ولا detest يكره، ولا depress يحبط، ولا impress بمعنى يؤثر في كذا وعندك يبهر والكلام من ده. لا، انت عندك بقى الإجابة بتاعتنا هي boost بمعنى يديك تشجيع، يديك تعزيز، حاجة زي كده. 29 بدأ فراغ، ماي سربرايز، ماي سربرايز معناها اندهاش يعني. ذا هول فاميلي، العيله كلها، ووز ات ماي كازن ويدنج، كانوا موجودين في حفل زواج ايه؟ ابن عمي ده. طيب ان ولا ات ولا تو ولا فور؟ عندك صيغه اسمها تو ماي سربرايز، معناها لدهشتي. 30 بيقول لك فيها سيت ذات، يقال ان ذا انجلش، انجلش هم المقصود بهم البريطانيين، هاف باشون فور جاردنز، عندهم اهتمام او محبه for gardens للجناين. The opposite of the noun passion. passion احنا قلنا ايه؟ بمعنى عاطفه ناحيه كذا، اهتمام بيه، حب ليه. عايز عكسها، هو عكسها affection عاطفه، ولا disinterest عدم اهتمام، ولا admiration اعجاب، ولا exception استثناء. عكس passion اللي هو حب الشيء وانك انت تكون عندك عاطفه ناحيته، ان يبقى انت عندك ايه بقى؟ disinterest عدم اهتمام. اجابه صحيحه. وكده يا شباب نكون انتهى تدريب الفوكابلري على الدرس الاول والثاني من الوحده 9، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من المنهج بتاعك. ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.